تشهد أنك امرأة تشهد أنك امرأة العصور يا زهرة فاحت يا زهرة فاحت بها كل العطور والموج يخفو كالحرير الموج يخفو إذا خطرت والليل يخجل من بهائك يخجل إذا مررت وكل هذا السحر في عينيك يا امرأة وقف التاريخ ببابها أعواما من لي بهذا الكون من لغة تصف تصف الجمال وتوقظ الإلهام أما النجوم فمن ضيائك من ضيائك قد بدا وكأنها في مقلتيك في مقلتيك تحمما الأرض تشهد أنك امرأة تشهد أنك امرأة العصور يا زهرة فاحت يا زهرة فاحت بها كل قاعة العرش أيها الطبيب هل أترك مصر بدون ملك يجلس على عرشها؟ هذا مبكر جدا يا مولاي وأخشى ألا تقوى ساقاك على حملك فالدواء لم يأخذ تأثيره بعد لا تخف أشعر بأنني أستطيع أن أقف وأن أمشي حتى العرش الشعور وحده لا يكفي يا مولاي لابد من وجود الأعصاب القوية لتستطيع المشي يا مولاي دعني أحاول أيها الطبيب دعني أحاول لا أستطيع أن أمنعك يا مولاي ولكني أخشى إن فشلت المحاولة أن يحتكر مزاجك لا سأقف قلت لك يا مولاي الدواء لم يأتي تأثيره بعد ماذا سقطت هكذا إنه رأسي مزدحم بما فيه وهو ثقيل ولا تستطيع
قدماي أن تحملها. أعطيني دواء يفرغ رأسي مما فيه، وأعدك بأنني سأستطيع أن أقف وأن أمشي. أعطيني هذا الدواء. هل لديك دواء يفرغ رأسي مما فيه؟ أنا لا أريد لأحد أن يلحق آدم ببوستيموس. راعى ذلك جيدا يا أخيلاس. المهم أن نجرده من الأموال والثروات التي اختلسها ونعيدها إلى خزينة المال، مقابل أن نعيده إلى بلاده سالما. بالطبع يا سيدي، والتدابير التي قمت بها ستجعل الأمر يبدو وكأنه شغب عفوي يقوم به رعاع لا علاقة لنا بهم. وأنت يا هومينس، كن يقظا. عليك أن تعرف الساعة التي سيغادر بها الإسكندرية والطريق التي سيسلكها في اتجاه الميناء. أخشى أن يخدعنا هذا الثعلب. لن يتمكن من خداعنا يا سيدي، فقائد حرسه الآمر سبتيموس يعمل معنا، ولن يستطيع خداعه لأنه بحاجة إليه لحماية القافلة حتى وصولها إلى الميناء. وكيف سنتمكن من إعادة المسروقات إلى أصحابها يا سيدي؟ إنها ليست مسروقات يا بوثان، إنها أموال وثروات حصل عليها بوستيموس عن طريق الغش والخداع، ولهذا سنجد صعوبة في إعادتها إلى أصحابها. المهم أن تبقى هذه الأموال في الإسكندرية بغض النظر عن مالكيها. لمن أسندت هذه المهمة يا أخيلاس؟ لشخص يدعى إيميليوس. وهل تثق به؟ كل الثقة يا سيدي. حسناً، لا أريد أن أعطلكم عن أعمالكم، تفضل. لقد بدأ يشعر أنه أخذ يخسر معركته الأخيرة مع الحياة، وربما كان حبه لعزف المزمار هو الذي جعله يتغلب على هذا التردد ويبقى على قيد الحياة. هل باتت نهايته وشيكة أيها الطبيب؟ علينا أن نواجه هذه الحقيقة يا مولاتي، فلم يبقى سواه. شيء يدوم على حاله إلى الأبد يا ابنتي، يحدث هذا للملوك أيضا. لما تعذب نفسك هكذا يا عازف المزمار؟ لأن ما أشعر به من آلام يفوق قدرتي على احتماله. كلما رأيتك يزداد يقيني بأنك تستطيع أن تقهر الموت. الموت؟ غريب، أنا لم أفكر فيه. إذن ما حدث لي هو مقدمة النهاية، لكنني كنت أريد أن يتأخر قليلا حتى أسلمك العرش خاليا من المشاكل والأعباء، لكنني أثق في قدرتك على قهرها والتغلب عليها. سأعجز من دونك على مواجهة الدنيا وما فيها. لا،
لا تقولي هذا يا من أحببتها أكثر من نفسي. لقد سلمتك مفاتيح الحل لكل ما ستتعرضين له وأنت تحكمين مصر. كلما ازداد حبك لشعبها كان ولاؤه هو سندك في حكم العالم أجمع. هذه لك يا سيبتيموس. لقاء ماذا يا سيدي؟ لقاء خدماتك الكثيرة لي طوال إقامتي في مدينة الإسكندرية. كنت أقوم بواجبي يا سيدي كجندي روماني تجاه نبيل روماني. أعرف هذا يا سيبتيموس، أعرف هذا، ولكن من الطبيعي أن أقدم لك هدية لقاء أتعابك هذه قبل رحيل. أشكرك يا سيدي. والآن سأخبرك بما لم أخبره لأحد من رجال الإسكندرية. لقد قررت الرحيل إلى روما بعدما جلب لي مرض الملك بطليموس بعض المتاعب، وأصبحت إقامتي هنا غير مرغوب فيها. ومتى قررت الرحيل؟ غدا أثناء الليل، وقد وصلت مراكبي إلى الميناء اليوم. وما هو المطلوب مني يا سيدي؟ أنت الشخص الوحيد الذي أثق به، وأنا بحاجة إليك في ساعة رحيلي هذه أكثر من أي وقت مضى. إنني رهن إشارتك يا سيدي. سأنقل ممتلكاتي وأموالي من هذا المنزل إلى الميناء حيث تنتظرني مراكبي. ربما تكون الطريق إلى هناك محفوفة بالمخاطر، فجميع أهالي الإسكندرية يعتقدون بأنني أملك ثروات طائلة، وهذا سيغري اللصوص وقطاع الطرق منهم بالهجوم على قافلتي وسلبها. ما أحتاجه منك أن تؤمن لي حراسة مشددة لحماية القافلة، وأن تفتح لي طريقا آمنة إلى حين مغادرة الميناء. سيد بوستيموس، سأحرس قافلتك وستغادر الإسكندرية بسلام، ولكن يجب أن أعلم ساعة مغادرتك المنزل بدقة. ساعة منتصف الليل غدا، ولا ينبغي أن تعلم أحدا بهذا الموعد. اطمئن يا سيد بوستيموس، اطمئن وثق بأن كل شيء سيكون على ما يرام. Thank you.
سأصبح ملكاً. ليس هذا بالوقت المناسب للحديث بهذا الشأن يا أتلس. متى إذن؟ علينا أن ننتظر مصير ديانا. فهي التي تحدد هذا. أيها السادة، من أمس نكبنا جميعا كما نكبت مصر كلها بوفاة ملكنا العظيم ملك مصر العليا والسفلى بطلموس الثاني عشر. لقد ذهب إلى مكان لا يستطيع الكلام فيه، ولكنه بإلهام من الآلهة لم يشأ أن يترك رعيته بلا تدبير. قد كتب وصيته قبل 4 سنوات من وفاته وأودعها عند كاهنات المعبد على ألا تفض إلا بعد موته. أنا الملك بطلموس الثاني عشر، الملقب بالملك أوليتس. أوصي وأنا بكامل قواي العقلية والبدنية بأن يذهب عرشي بعد موتي إلى ولدي بطلموس الثالث عشر وكليوباترا، كما أوصي بأن يكون النبيلان بوثان وأخيلاس وصيين على الملك بطلموس حتى يبلغ سن النضوج. إنني أطلب من الجميع تنفيذ وصيتي هذه، كما أطلب من الشعب المصري بعمومه أن يولي هذين الملكين الحبيبين طاعته ويحيطهما بفائق محبته ورعايته. انتهت وصية الملك الراحل أيها السادة. منذ هذه اللحظة أنصب باسمكم جميعا وباسم شعب مصر بعمومه الملكين بطلموس الثالث عشر وكليوباترا ملكا وملكة على مصر العليا والسفلى، وأطلب منهما أن يفنيا نفسيهما في سبيل حماية شعبهما وسعادته.
لما كل هذا الحرس أمام غرفتي أيها الحارس؟ لحمايتك يا سيدتي. ومن أمر بذلك؟ القائد أرباس. وأين هو القائد أرباس؟ في مهمة خارج القصر. عندما يعود استدعيني فورا. أمرك. أمر مولاتي. احتياطاتك المبالغ فيها لحراستي بدأت تثير ضجري. بدت أشعر وكأنني أسيرة يا أرباس. مولاتي، أتمنى أن أتقطع ألف قطعة قبل أن أقدم على عمل يزعج جلالتك، ولكنني أخاف عليك. ممن تخاف علي؟ ممن تخاف؟ من أهل مصر، إنهم يحبونني. ألم تسمعهم وهم يحتفلون بتتويج ملكة عليهم؟ أنا لا أخاف عليك من أهل مصر الذين يحبونك، ولكنني أخاف عليك من أولئك الذين لا تسمع أصواتهم، أولئك الذين يعملون في الخفاء بسرية النملة وحقدها. بعد أن أصبحت ملكة سيكثر أعداؤك، ومن هو ليس عدوك اليوم ربما ينقلب ويصبح عدوا لك في الغد. أنا هنا لكي أضع هذه الأمور في اعتباري وأتحمل مسؤولياتي. فإن كانت حياتك لا تعني بالنسبة لك شيئا، فإنها تعني بالنسبة لي الكثير والكثير. حياتك مسؤوليتي، وعلي أن أحميها، وسأحميها ما دمت حيا. لا أستطيع العيش بهذه الطريقة، لا أستطيع العيش. أكره الأسر، أكره القيود، أكره الحدود. هذا يا سيبتيموس؟ أعتقد أنه كمين يا سيدي. كمين؟ نعم. وماذا نفعل؟ وأموالي يا سيبتيموس، أموالي. أقترح أن تعطيهم كل ما معك، أخشى أن يقتلوك. استعيل يا سيبتيموس، استعيل. بس أموالي. سيقتلونك. سيقتلونك. لكن بشرط أن يبقوا على حياتي. لك هذا. خذوا أموالي. خذوا أموالي. لم يسبق أن حدثتني بهذه الطريقة من قبل يا إيراس. كل ما في الأمر أنها تشعر بالضيق هذه الأيام، مما يجعلها تبدو متوترة عصبية المزاج. فوصية الملك بطليم استوت بينها وبين أخيها، وقضت بأن يتشارك الحكم سوية، وهي التي ما أحبت يوما أن يشاركها أحد بشيء. هذا يؤكد صحة ما أقول به. سيحتدم النزاع بين الأخ وأختي. الخطر على مولاتي قادم لا محالة. لن أصغي إليها، وإذا عقلت خطتي لحمايتها فسأقول ما هو أقسى من ذلك. كنت أعرف أنني تزوجت رجلا قادرا على قول ما يشاء وحين يريد. لقد طال الأمر يا إيراس. ما الأمر الذي طال؟
كنت أعتقد أننا سننجب طفلا في وقت مبكر، لكن الأمر لم يحدث حتى الآن. ماذا أفعل وليس بلدي حيلة يا أرباز؟ لقد سئمت سؤال العرافين وتعبت من تقديم القرابين للآلهة. إنني أتألم كما تتألم أنت وربما أكثر. أعرف ذلك، حتى لو لم يتم هذا الأمر فإن ذلك لن ينقص حبي لك. كل ما هنالك هو أنني أبث شكواي. على أحد ما أن يسمعني. أنت فنان مبدع يا مينكوري، لن أدعك تهدر موهبتك في صناعة الجرار وحدك. لماذا تفكر يا سيدي؟ سأخذ هذه النماذج وأعرضها على الكهنة في المعبد. هناك مكانك الحقيقي يا مينكوري، فالآلهة التي وهبتك هذه الموهبة هي بحاجة لمن يشكلها على أحسن وجه. ولكني مرتاح في العمل لديك يا سيدي. ولكن عليك أن تتخيل كم ستكون أرباحنا طائلة إن استطعنا الوصول إلى هناك. الإنسان الذكي يعرف أين يكون الربح الوفير يا مينكوري، أتفهم؟ هذه الصناديق الثلاثة تحوي أثمن ما سرق بوستموس يا مولاتي. لو نجح بالفرار بها لتمكن من ابتلاع روما بكل ما فيها من مبان وعبيد وبهائم. كافئ الذين قاموا بذلك يا بروتارخوس. اطمئن يا مولاتي، لقد كافأناهم بالأمس. هذا جيد. وأنت يا هوميلس، هل ستبقي على قيمة التالنت الناقصة أم ستعيده إلى وزنه الكامل ذهبا كما كان في السابق؟ الأمر عائد لك يا مولاتي. ما رأيك بروتارخوس؟ نحن نحتاج إلى المال لتجهيز الجيش وتدريبه، وزيادة الضرائب سترهق المواطنين الذين أرهقهم بوستموس أصلا، وبهذه الطريقة نستطيع التغلب على نقص المال بين أيدينا. وليس من العار أن نتعلم شيئا من عادات الرومان السيئة. إننا مضطرون إلى فعل ذلك تجنبا لأي ضائقة قد تربك مشاريعنا في المستقبل. أمرك مولاتي. يؤسفني أنه لم يرد في تقاريركم المطولة عن حالة البلاد ما لا أعرفه. سأكون صريحة معكم للنهاية. إنني الآن وحسب أدرك لماذا كان أبي الملك الراحل بطلموس متفردا بقراراته دون أن يستشير أحدا من حاشيته أو رجال بلاطه. السبب كما بدت أعتقد هو تقاريركم الناقصة التي تكتفي باستعراض الأزمات والمشاكل وتتغافل عن حلولها. أريدكم منذ هذه اللحظة أن تقدموا لي حلولا لهذه المشاكل. لن أقبل أي تكاسل أو تراخ أو لا مبالاة. لن أغفر لأحد أن يقصر في تحمل مسؤولياته. زمن الفوضى انتهى وعليكم جميعا أن تعلموا هذا. بروتارخوس. نعم يا مولاتي. إلغي الضرائب عن الأهالي لمدة عام كامل. ضاعف الهبات للمعابد. استدعي من أثينا أفضل الفلاسفة والعلماء لمكتبة الإسكندرية. قدم كل التسهيلات للفلاحين لزيادة محاصيلهم من القمح. أبلغني بكل ما تنجزه يوما بيوم. أصغي إلي، سأخبرك بأمر. هل لديك وقت لتسمعني؟ صوتك يشغل بالي يا امرأة، ما الأمر؟ أنا أحمل طفلك في أحشائي. أها، ماذا؟ يبدو أن النبأ لم يساعدك.
إذا كان هذا الحق. كفي كفي عن هذه الثرثرة يا امرأة. لم أكن سعيدا هكذا في حياتي كلها، ولكن ما يحيرني حقا هو كيف يمكن لرجل أعمى مثلي أن يكون له ولد. هل أنت واثقة مما تقولينه يا امرأة؟ منذ التقيتك أصبحت بالنسبة لي العين التي يبصر بها نور هذا العالم، ولكنك الآن تقدمين لي أفضل ما يمكن أن تقدمه امرأة لرجل، أن يكون أبا. أليس لديك امرأة تحبها أيها المعلم؟ ألم تغرم بفتاة قبل الآن؟ بلى يا مولاتي، ولكنني للأسف أحببت فتاة لا يمكنني نيلها. هل تستطيع أن تصفها لي؟ إنها تشبهك تماما، وعندما أكون معها أنسى بقية العالم. ها أنا ذا أمامك، لماذا لا تفصح لي عن نفسك وعن مشاعرك هذه؟ لأنني لست الشخص الذي ترغبينه يا مولاتي، إنني لا أستحق. لكنك الشخص الذي أحب، واليوم الذي لا أراك فيه أشعر بالتعاسة. ستتغلبين على هذا الشعور فيما بعد يا مولاتي. لا يمكنك أن تفكر بدلا عني، وإذا نظرت إلى عيني فلن تجد فيهما سواك. لنعود إلى الدرس يا مولاتي. علمك لا يسمح لك أن تكون طبيعياً لتصغي إلى شجون القلب. Thank you.
تشهد أنك امرأة، تشهد أنك امرأة العصور. يا زهرة فاحت، يا زهرة فاحت بها كل العقول. والموج يخفو كالحرير، الموج يخفو إذا خطرت، والليل يخجل من بهائك، يخجل إذا مررت. وكل هذا السحر في عينيك يا امرأة، وقف التاريخ في بابها أعواما. من لي بهذا الكون من لغة تصف، تصف الجمال وتوقظ الإلهام. أما النجوم من ضيائك قد بدت، وكأنها في مقلتيك، في مقلتيك تحممت. الأرض تشهد أنك امرأة، تشهد أنك امرأة العصور. يا زهرة فاحت، يا زهرة فاحت.